والتصريحات بها حرب شديدة بين طبعا. الرئيس الروسي والرئيس الأوكراني كالعادة طبعا، ولكن هناك أيضا جسر القرم الذي يستهدف، مباني عسكرية روسية في القرم تستهدف، يعني بعيدا عن بولندا التي سنأتي لها في حديثنا بعد. يعني بصفة عامة، يعني ما أسمي اصطلاحا بالهجوم الأوكراني المضاد لا يمكن الجزم من أي طرف، سواء من الجانب الروسي أو من الجانب الأمريكي اللي هو الطرف المواجه، بأي تقدم ذي مغزى على الجبهات التي يجري فيها القتال، وهي ممتدة كما نعرف من كوبيانسك في خاركيف إلى كراسني ليمان إلى أفديفكا إلى مارينكا إلى ما حول بخمود ثم زابوريجيا، وأحيانا تحدث بعض المحاولات من جانب الأوكران لعبور نهر الدنيبر إلى خيرسون. لم تنجح أي من هذه المحاولات حتى اليوم عبر جسر أنتينوفسكي. الضربات في القرم أو في جسر كيرتش أو في القرم نفسها أو حتى في بلجرود كما جرى اليوم وأمس وإلى آخره، هي أشبه بعمليات ذات طابع دعائي، يعني لرفع الروح المعنوية لطرف معين، لا يتوقع أن يكون لها أثر فعلي. بمعنى أكثر وضوحا، لا يتخيل أحد من المراقبين حتى اليوم أيا ما كانت انحيازاتهم أن بوسع أوكرانيا لا استرداد أراضي الأقاليم الأربع أو استرداد الإقليم الخامس الذي هو شبه جزيرة القرم التي سيطرت عليه روسيا منذ عام 2014. لكن هذه ضربات أشبه بلسعات النحلة، يعني محاولات للإيحاء بوجود حركة. طبعا الردود الروسية يبدو لي أنها يعني تستفيد من فرص، بالذات فرص ضرب جسر كيرتش لما له من أهمية معنوية كبيرة. الجسر كما هو معروف فتح عام 2018، وهو جسر مركب جدا ومعقد جدا، ويعتبره الرئيس بوتين واحدة من مفاخره. فلكن الضربة الأولى التي تمت في أكتوبر 2022 كانت أكثر أثرا، الضربة الأولى كانت بسيارة مفخخة، كانت أكثر أثرا من الضربة الأقرب. ما جرى من غارات للطائرات المسيرة أو غيرها على مخزن سلاح روسي في شبه جزيرة القرم وغيرها، أنا أعتقد أن كلها حوادث متناثرة أقرب لفكرة يعني الضربات الخاطفة المتقطعة، لكنها لا تنتج زحفا لطرف على. طب حضرتك قلت ان روسيا تستفيد من ذلك، كيف تستفيد؟ تستفيد من ذلك انه هذه الضربات تتيح لها التوسع في مشروعها باوكرانيا. بمعنى بمعنى اكثر وضوحا، نحن نلاحظ انه حتى اليوم ونحن نقترب من نهايه الشهر 18 على بدء العمليه العسكريه الروسيه الخاصه، لا زالت تحمل هذا الاسم. وفي مقابل هذا الاسم في تصورات معينة بتعتمد على فكرة خلق قطاعات نوعية وقوات خاصة، سواء من الشيشان أو من أو من أو من أو من، لكن لا تتضمن إلى الآن زحفا بكامل قوة الجيش الروسي. فالسؤال الذي طرح منذ كانت المعركة في بخمود، ماذا يجري بعد بخمود؟ هل أن هدف روسيا هو استكمال السيطرة والتمكين حتى شاطئ نهر دنيبرو الشاطئ الروسي، حتى لا ندخل في تعقيدات الجانب الأيمن والجانب الأيسر مقابل الشاطئ الأوكراني واعتبار نهر دنيبرو هو الخط الفاصل، أم أن في نية روسيا التوسع باتجاه أوديسا وميكولايف لكي تغلق البحر الأسود كما أغلقت من قبل بحر أزوف على أوكرانيا؟ الحقيقة التطورات الأخيرة، ضربات الأخيرة التي أجرتها روسيا مستفيدة أو منتهزة فرصة الضربة الأوكرانية ذات الأثر القليل على جسر كيرتش، أنا أعتقد أنها جعلت هذا الاحتمال أكثر واقعية، وأنه قد يكون فعلا في التصور الروسي أمر على النحو التالي، أنها كما هو واضح إلى الآن تستنزف
القوات الأوكرانية ثم قوات المرتزقة وقوات الأجانب وإلى آخره لكي تستوعب زخم الهجمة المضادة ثم تستأنف هجمة قد تشمل القطاع الجنوبي مستهدفة غلق البحر الأسود على أوكرانيا. أصبح هذا أمرا واقعيا أكثر في التطورات الأحدث لأنه حتى. وهل هذا علاقة بأن روسيا انسحبت من اتفاقية الحبوب يا أستاذ عبد الحليم؟ قد يكون ذلك لأن احنا نعرف سيرة اتفاقية الحبوب. اتفاقية الحبوب عمرها سنة وكانت تجدد ثلاث شهور ثم في المرة الأخيرة قبلت روسيا بتجديدها فقط لشهرين لاعتبارات تخص أردوغان، علاقتها بتركيا وكذا، كانت تريد لأردوغان أن ينجح في الانتخابات. طبعا حتى أردوغان نفسه ارتكب خطأ في التصور الروسي بتسليم عدد من قارة أزوف الذين كانوا محتجزين لدي على سبيل الأمانة أو الضمانة إلى نهاية الحرب، سلمهم لزيلينسكي. وطبعا ملاحظة العامة أن أردوغان سلك على الأقل في الفترة التي سبقت منذ الانتخابات سلوكا بدأ مفارقا، بمعنى ان هو فاز في الانتخابات ب 52% قياسا ل 48% كليشدار اوغلو، لكنه بعد ان فاز في الانتخابات ينفذ برنامج كليشدار اوغلو في اعاده الارتباط بالغرب. هل سيستمر ذلك؟ لا احد يضمن يعني تصرفات اردوغان. فروسيا في النهايه في الحساب الاخير حريصه على العلاقه مع تركيا لانه فيه جانب يخصها، ان تركيا اخترقت حظر حلف الأطلنطي على التجارة مع روسيا. فلكن ولكي نختبر ذلك فلنفحص بعض التصرفات. روسيا أعلنت أنها ستعتبر ستغلق مسار الحبوب الخارج من الموانئ الأوكرانية، وأنه ستعتبر أي سفن تمشي في هذا الممر كأنها أهداف عسكرية أو ناقلات عسكرية أو شيء من هذا القبيل. طبعا أوكرانيا أعلنت شيئا مقبلا، واليوم زيلينسكي تحدث مع أمين عام حلف الأطلنطي على ما يمكن تسميته طلب حماية من حلف الأطلنطي لسفن حبوب تخرج من الموانئ الأوكرانية. بالقياس على تجارب سابقة وبينها طبعا تجربة تركيا نفسها التي قالت أنها مستعدة لحماية السفن ثم تراجعت عن ذلك، أيضا لا أتصور أن حلف الأطلنطي قادر ميدانيا على أن يحمي ما يسمى سفن الحبوب الأوكرانية. الأمر مرشح غير قادر ولا لا يريد الدخول في مواجهة مع قوات روسية من عدم القدرة وعدم الرغبة. لأنه ما يحكم أمريكا التي تصنع سياسة حلف الأطلنطي أنها لا تريد التورط المباشر مع القوات الروسية. وفي البحر الأسود نفسه نتذكر أنه جرت مواجهات، منها إسقاط المسيرة الأمريكية وإلى آخره، والاحتكاك بالطائرات البريطانية. يعني فيه نظر سابقة تؤيد فكرة أنه يمكن الانزلاق إلى حرب مباشرة بين حلف الأطلنطي وروسيا من خلال الصدام في البحر الأسود. من هنا أنا أعتقد أنه أن روسيا قد تطور فكرة اللي هي جعل أوكرانيا رهينة أو محجوزة عن البحر الأسود كليا. أما على الأرض فطبعا كلنا سمع وعارف أنه فكرة الذخائر النقدية جرى استخدامها بالفعل في بلجرود. فمن هنا يعني هذا ليس جديدا الحقيقة في تأكيد معنى أن التعهدات الغربية أو الأمريكية أو الأوكرانية مما لا يمكن الوثوق به. وبوتين كان واضحا وصريحا حين قال ببساطة نحن سنضطر إلى استخدام الذخائر العنقودية ولدينا منها الكثير.